بعد ما اخد راي سياده اللواء دكتور هشام الحلبي مستشار اكاديميه ناصر العسكريه وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، برحب بحضرتك سياده اللواء. ومن ضمن الرسائل المهمه لسياده الرئيس قبل قليل في المؤتمر الوطني الثامن للشباب اثناء كلامه هو ان الجيش المصري اليوم هو مركز ثقل ليس فقط لمصر وانما للمنطقه. يعني ماذا الذي نقوله؟ والمنطقة فعلا كما قال ضيفي في الاستوديو أصبحت الكثير من الدول تستعين بنا في هذا المجال، في مجال مكافحة الإرهاب. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة الذين ضيفك الكريم. خليني أقول أن فعلا هذه طبعا أترجم هذه المقولة الصحيحة 100% لترجمة واقعية. الإرهاب كأداة من أدوات حروب الجيل الرابع هو شكل من أشكال الحروب غير التقليدية. الحروب التقليدية اللي هي من جيوش ونظامية وبعضها عادة الشكل الموجود في المنطقة من سنين حرب تقليدية بين بعضها. أي جيش عنده القدرة هو واجه التقليدية. نمطية سلامها مختلفة، مفيش نموذج ثابت، داخلة على شريحة السكان على وجه الخصوص مش على القوات، فهي حرب بشكل باستمرار بصورة غير نمطية. الحقيقة كان نقطة القوة العالية جدا عند القوات المسلحة المصرية انها عندها قدرة على مواجهة الحروب غير التقليدية الشكل احنا شفناها زي حرب 73 مثلا، وايضا الحروب غير التقليدية. وعشان كده قدرت الحمد لله القوات المسلحة والشرطة المصرية ان هم يواجهوا الارهاب ويقلصوه بصورة عالية جدا في مصر، رغم ان الاقليم كله في ارهاب وعابر للحدود. هي دي نقطه مشكله كبيره، ومؤشر على ذلك ان هتلاقي معظم دول العالم، وبقول دول العالم، بتيجي تعمل تدريبات مشتركه مع مصر على مواجهه الحروب غير التقليديه ومنهم مكافحه الارهاب. منهم على سبيل المثال النجم الساطع بما في كل الدول، امريكا وبعض الدول الغربيه، الدول العربيه، دول اسيويه، دول افريقيه، وايضا دول من زي روسيا. كلهم اكبر جيش عنده او عدد من التدريبات المشتركه سنويا الجيش المصري. ونقل الخبره ده مهم جدا، وبرجع تاني واكد انها حرب غير تقليديه، غير نمطيه، محتاجه يعني اسلوب غير تقليدي وغير نمطي ومتغير باستمرار يتناسب مع طبيعه الارهاب، خاصه ان الارهاب مشكلته كبيره جدا ان بترعى دول، ودي مشكله كبيره جدا. في هذه النقطه تحديدا زي ما قال سياده الرئيس ان لابد من حواضن ودول تتبنى الارهاب لكي يترعرع اكثر ولا ارهاب يزداد وموجود بقوه الا بهذه الدول. ونلاحظ هناك تركيز واضح جدا على مصر بالذات ربما لانها من نجا من هذه الحروب الدمار والتدمير للدول والشعوب، وهنا هناك من يحاول يسيء بطريقة أو بأخرى باستمرار لأنه أصبح معلوم وواضح أن هذا السلوك الفكري وحروب السوشيال ميديا والتأثير والتضليل والشائعات يعني ربما يؤثر. لكن كيف ترى استجابة الشباب المصري والشعب المصري ووعيه اليوم، خاصة وأننا مررنا بهذه التجربة ليست غريبة علينا؟ صحيح، احنا على فكره احنا مرينا بالتجربه بس انتصرنا عليها. وخليني اتكلم بسرعه، انا برضو عايز اتكلم بسرعه عمليه اكتر ومؤشرات من ارض الواقع عن الشباب المصري. كان في ساعات ناس يقول لك الشباب المصري مش فاهم مش واعي، وانا اقول لك بسرعه عمليه جدا، الشباب المصري اللي ساعات ناس بتشتكي منه وانا ضد هذا الموضوع، ده الشاب ده اللي بيخش القوات المسلحه يقعد شهر فتره اعداد اساسي، هو ده الشاب اللي بيحارب الارهاب. صحيح. وكسره في سيناء على ارض مصر بالكامل. هو ده الشاب اللي بيحارب الارهاب، هو ده الشاب الحقيقه بنشوفه في اماكن متعدده وجامعات وكله، لكن هو محتاج حد يوعيه بصوره علميه محترمه. طبعا. فالنقطه دي مهمه ان هو الحمد لله الوعي زيد، لكن انا دايما بقول الوعي ان يكون مستمرا، لان التهديد مستمر. نعم. لما في الوعي يجب ان يكون يعني انتهى فن معاهد الوعي بالعبارات الانشائيه والجمل المرسله. اديني مؤشرات حقيقيه على ارض الواقع واللي بيتم بصوره علميه. الوعي برضه يجب ان يكون مناسبا لكل شرائح المجتمع. طبعا. كل الناس على قدر عالي من الثقافه وكل الاحترام للجميع. فالنقط دي مهمه قوي ان انا اوفر هذه الشروط في الوعي علشان الوعي يكون ليه تاثير عالي.
صحيح، بشكرك جزيل الشكر اللواء دكتور هشام الحلبي، مستشار في أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا يا فندم.